مستقبل غامض جدا للطابع الاجتماعي للدولة، ضبابية كبيرة حول هذا الملف. أحيانا وزير المالية عبد الرحمن راوية يدعو للتخلي عنه ليعود بعد ذلك ليؤكد التمسك به، كما فعل قبل أيام على هامش جلسة مناقشة قانون المالية، مجسدا تناقضا عززته وزيرة التضامن غنية إيطاليا بكشفها عن الانطلاق في إعداد بطاقية وطنية لإحصاء الفئات الهشة في إجراء يتفق الجميع على أنه تمهيد لتوجيه دعم من الدولة لإعانات مباشرة للفقراء. لازم نفرق ما بين عملين، ما بين إحصاء الفئات الهشة لدعم اجتماعي معين مرتبط بالضمان الاجتماعي، وضروري نفكر في نقطة واحدة أخرى اللي نحكو عليه بالدعم، عملية الدعم وتحويله إلى طبعا تحويلات اجتماعية. هذه عبارة عن سياسة حكومية طبعا ضخمة. أقول لك حاجة، يعني الفكرة ما زال ناضجة بالنسبة لهم. هذه الفكرة مازال ماهيش ناضجة، لأنه كان ناضجة كان يعلنوا على الأقل ما هو البرنامج وما هو الخطة اللي ممكن نديرها، لأنه مش فقط الطبقة الهشة اللي هتستفاد. إحصاء الفئات الهشة أو الفقراء في الجزائر أمر ليس بالسهل في ظل غياب معيار حقيقي لتعريف الفقير في الجزائر، خاصة وأن القدرة الشرائية في تدهور متواصل إلى حد صارت فيه الطبقة المتوسطة مهددة بالزوال. العملية صعبة، إن لم نستطع أن نحدد ما هو المستوى المعيشي الذي يراد لهذا المواطن، العملية صعبة. إذا أخذنا الآن الحكومة كل شخص يتقاضى أجر أقل من 20,000 أو 30,000 دينار، تستطيع أن تحدد ذلك بالنسبة للأشخاص المصرح بهم، يعني الأشخاص المصرح بهم في الضمان الاجتماعي، نستطيع معرفة أجورهم ونستطيع معرفة مستوى معيشتهم، لكن الناس اللي عايشين خارج هذا الفضاء، الناس اللي ما عندهمش أجور، الناس اللي تشتغل في السوق السوداء أين محلهم من الأعراب؟ لكن أنا أؤكد قبل ما نتكلم على العوز والفقر لابد أن نحدد له المستوى المعيشي المطلوب من المواطن. بطاقية تسعى من خلالها الوزارة لتعزيز الدعم الحكومي الموجه للفئات الهشة وترشيد هذا الدعم بغرض الوصول إلى مستحقيه مباشرة، لكن البعض متخوف من المعايير التي ستستند إليها الحكومة في توجهها هذا، معايير قد تضعف كثيراً الطبقة المتوسطة في الجزائر.